والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ريهام، شكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل رقم 22 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التأمين والوساطة المالية. وكانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا منتصف يونيو الماضي بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص. نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمعسكر الصيفي بمنطقة أبو قير بالأسكندرية حملة ابدأ مستقبلك التابعة لمشروع رواد 2030. المعسكر ضم الطلبة الموهوبين على مستوى المحافظات، حيث تم إقامة ندوات تعريفية للحضور بطريقة عرض مشروعاتهم وكيفية تقديمها، كما تم مناقشة اختراعاتهم. انا جينا هنا القريه الشبابيه في اسكندريه عشان وزاره التنميه والتخطيط اختارونا. انا عامل ابلكيشن بيتكلم عن المعالم السياحيه في مصر باربع لغات، هو نزل دلوقتي على جوجل بلاي، ممكن اي حد ينزله. الابلكيشن فيه 29 معلم، فيه صور، فيه جي اي اف، فيه مكان على خريطه جوجل مابس ممكن تختاره. احنا هنا بنبدا حمله ابدا مستقبلك، بنبدا ان احنا بنتعلم ازاي نعمل نقول الكلام صح، وازاي نعرض يكون عندنا ثقه في النفس، وفي نفس الوقت بيكون فيه مسابقات وحاجه بتزود ثقه في النفس والتين، وبيكون فيه عليها تقييمات، وفي آخر يوم هيكون في تقييم، واللي هيتصفى منه هيكون ليه شهادات معتمده وتصعيد. انا المشروع بتاعي عباره عن اني بعمل اشكال بالصلصال الحراري، وبرده برسم على مخلفات المصانع بتاعه الخشب. باخد الخشب بتاعهم المتقطع على شكل مربعات او اشكال صغيره وبرسم عليه، بعيد تدويره عشان نوفر مخلفات المصانع. المشروع بتاعي عباره عن الروبوت ده برمجه روبوتات. المشروع بتاعي الروبوت بيقدر يمشي ويقدر يتكلم، تمام، بقدر برمجه ان هو يمشي ويروح حتت ويجيب حاجات ويرجع، تمام. وعامل مشاريع جنبه برضو صغيرة، لسه بفكر في مشروع عربية بتقدر تستشعر المعادن، تمام، تحتيها وتقدر تحفر وتقدر تجيبها من عمق مترين. نتحول إلى البورصة المصرية، والتي أنهت مؤشرات التعاملات اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 673 مليار ونصف المليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 4% يغلق عند مستوى 9984 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي ارتفع بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 والذي ارتفع بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3650 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرشا للبيع. اليورو 19 جنيها و59 قرشا للشراء و19 جنيها و68 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيها و16 قرشا للشراء و23 جنيها و27 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. نتحول إلى البورصة السعودية، والتي أغلقت مؤشراتها على انخفاض طفيف مدفوعة بتراجع أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية. وهبط المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، كما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.7%، في حين صعد سوق البحرين بنسبة 0.77%.
نهاية أخبار الاقتصاد وعودة ليوسف وريهام إليكم. شكرا مرفت.